تستمر حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة على امتداد الطرق المؤدية إلى معبر رفح من مدن العريش والشيخ زويد حتى مدينة رفح لعشرات الأيام. ويأتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التعنت من رفض استقبال المساعدات الإنسانية، حيث لم يستقبل معبر رفح البري ومنفذ كرم أبو سالم أي شاحنات مساعدات إنسانية على مدار اليوم. وللمزيد يطلعنا عليه الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، إليك. بعد التحية في هذه المتابعة لمشهد المساعدات الإنسانية، نتحدث عن حالة من الاصطفاف المستمرة منذ عشرات الأيام وحتى اليوم بطول الطرق المؤدية من مدينة العريش إلى مدينة الشيخ زويد، ومن ثم الذهاب والاتجاه إلى مدينة رفح للدخول إلى المعابر سواء المصرية ومن ثم الدخول إلى منفذ كرم أبو سالم. لكن هذه الشاحنات على مدار اليوم تقابل عائق كبير، وهو استمرار حالة التعنت الإسرائيلي برفض دخول أي من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية سواء الإغاثية والغذائية والطبية، وأيضا الشاحنات المحملة بالمشتقات البترولية. على مدار اليوم لم يستقبل معبر رفح البري أي من هذه الشاحنات المصطفى بطول الطرق وعلى جانبي الطرق المؤدية من مطار العريش إلى مدينة رفح. هذه الشاحنات التي تقدر بأكثر من 1260 شاحنة بامتداد الطرق تقف منذ عشرات الأيام وحتى الآن بانتظار انتهاء حالة التعنت الإسرائيلي أمام دخول هذه الشاحنات لتتسلم المدنيين في قطاع غزة هذه المساعدات الإنسانية المقدمة إليهم من كافة الجهات سواء المحلية والعربية والدولية والمنظمات الأممية. هذا هو المشهد، استمرار لحالة التعنت الإسرائيلي أمام المساعدات الإنسانية وأيضا اصطفاف الشاحنات بجانبي الطرق من مدينة العريش إلى مدينة رفح ومن ثم الدخول إلى المعابر المصرية التي لم تستقبل اليوم أي من هذه الشاحنات وأي من هذه المساعدات. عودة إليكم مرة أخرى.